السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لاستضافة النادي السعودي للمبتعثين في مدينة ليدز، وأنا أخوكم غالب المحمدي مرافق لإحدى بناتي لدراسة الدكتوراه في جامعة ليدز الأحياء الجزئية. هذه الاستضافة الحقيقة تضيف شيئا كثيرا للمرافق، سواء كان مع ابنته والله مع زوجته والله مع أخته، ونحن ولله الحمد الأمور ميسرة وقد مضى على وجودنا في هذه المدينة قرابة السنة ولله الحمد. أما بالنسبة للحديث على يوم في حياة مرافق المبتعث، فيبدأ يومنا بصلاة الفجر، حيث أن هناك جالية مسلمة كبيرة في بريطانيا وفيها مساجد، ونحرص أن إذا تيسر الأمر نصلي سويا. كما يعرف الجميع بالنسبة لأهمية ومقدار حبنا للقهوة السعودية، نحضر مكوناتها من بلادنا الحبيبة، ثم أسويها أنا شخصيا، وقد تعودت على ذلك منذ صغري، ونجتمع على القهوة ونتناول معها ما يسر الله لنا من الأشياء، ثم تستعد ابنتي للذهاب للجامعة، وأحيانا أقوم بمرافقتها ولغرض الدعاء لها وللمبتعثين بالتوفيق والسداد، وإن الله سبحانه وتعالى يحقق لهم الأمان ويعودوا إلى بلادهم ليخدموا وطنهم الذي بذل لهم الغالي والنفيس. ثم ما هو بس أنتم يا لندن اللي عندكم حديقة الهايد بارك، بل نحن في في في, في ليدز بجوار الجامعة حديقة جميلة اسمها هايد بارك، نستمتع فيها كثيرا ونقضي فيها أوقات جميلة ونمارس الرياضة. وبفضل من الله وحمد السعوديون المبتعثين في ليدز هم مجموعة كبيرة، وللنادي السعودي في ليدز يعني مساهمات كبيرة جدا في جمع وتفقد الأحوال. وأذكر أيضا أنه في أيام التأسيس حضرنا مناسبة التأسيس الماضية، وكان الناس اللي اجتمعوا كثروا، أذكر أنهم يعني عددهم فوق 600 شخص، وهذا دليل على أن النادي يقدم خدمة كبيرة للمبتعثين، ونحن مرافقين للمبتعثين، وأيضا المبتعثين تكون بيننا علاقات وتزاور واجتماعات تصب في ناحية الأمر في مصلحة الطالب والطالبة المبتعثة. ما نسينا أحبابنا وأصحابنا ومن تربطنا به علاقة، إضافة إلى الأهل نتواصل معهم يوميا في وقت معين للإطمئنان على أحوالهم، وأيضا اتصال من الأصدقاء والمحبين لنا. تو الآن أحدهم وهو هذا الصديق من أكثر من 50 سنة وإحنا وياه على علاقة طيبة، خلصنا طبعا الآن في نصف النهار، تغير الجدول اليومي اللي هو الاتجاه إلى احتياجات البيت، فنمر على الأماكن التي نستطيع أن نأخذ منها ما نحتاجه. وقد اتفقت أنا وابنتي لكي تهتم بدراستها وتتفرغ، أن أنا أقوم بجلب وإحضار الأغراض التي نحتاجها يوميا أو لأيام عدة. ومع حبنا للقهوة السعودية والجو في بريطانيا حقيقة مساعد على التوجه إلى أماكن مثل المقاهي، فنختار لأحد المقاهي
ناخذ من القهوه وناخذ وقتا جميلا فيها، ثم يرافقني في احد الاماكن هذه والمقاهي كتابا اقراه في يومي كاضافه الى الغذاء الفكري في يوم الانسان. فان كان لي من توصيه او كلمه اقولها في هذه المناسبه، فعلينا ان نستغل هذه المناسبة بالدعم للمبتعث لكي نريحه في من عناء الدراسة ونهيئ الجو المناسب، خاصة ونحن والمبتعثين والمرافقين في نعمة من الله عز وجل، وللدولة بارك الله فيها جهود كبيرة جدا من أجل تنوير عقول الأبناء والبنات والعودة إلى وطنهم بنجاحات وليقدموا الخدمة لوطنهم جزاء بما قدم الأمر.